السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك؟ وحشتوني وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة قلت ابتدي معاكم على طول على البوتاجاز علشان خاطر ما ناخدش وقت في الفيديو بتاعنا. والنهاردة الفيديو سهل والاكلة جميلة جدا. النهاردة هنعمل الكبدة الاسكندراني بطريقة جديدة وسهلة وسريعة جدا. اول حاجة عملتها معاكم هنبتدي بيها على البوتاجاز على طول، ان انا حطيت الصينية بتاعتي على البوتاجاز عشان تسخن، احط فيها شوية من الزيت. والمفروض بنحط شوية من الزيت مع حتة صغيرة من اللية، بس لا، احنا عايزينها النهاردة خفيفة وتكون ايه، سهلة علينا. لازم الزيت ده يسخن كويس قوي عشان انا هدي الكبدة صدمة. يعني مش هحطها كلها مرة واحدة، صدمة واشيل، صدمة واشيل، زي ما هنشوف دلوقتي. انا عندي هنا الزيت خلاص سخن قوي اهو. بصوا هنا انا متبلة الكبدة بتاعتي بالملح والفلفل والكمون، لا مفيش ملح، كمون وفلفل اسود وحتة صغيرة جدا من الثوم عشان تدي ريحة حلوة في الصدمة، ومقطعها حتة صغيرة زي ما احنا شايفين كده. هاخد بقى ايه، هاخد شوية شوية عشان خاطر ما تنزلش المية بتاعتها ابدا. اهو مش هقلبها الا لما تاخد الصدمه من الناحيه الثانيه، بس هطلع دي كده. دول ياخدوا صدمه واشيلهم واحط غيرهم، وفي الاخر خالص اوريكم هنعمل ايه. بصي لما تاخد صدمه خالص عشان مش عايزه منها ميه بتاعتها تنزل عشان ما تزفرش. زي ما احنا شايفين كده نبتدي بقى نقلبها. كده تاخد اللون بس بتاعها وتاخد الصدمه وتحبس ايه ميتها فيها. شايفين كده؟ خلاص اهي، اخد ده ديت، ناخد كلها ونبتدي نحط ايه، نحط حبه جديد برضو ياخد نفس الصدمه، وبعدين نكمل عمايل الكبد. انا هعمل الحبه التانيين وما اخلصهم اوريكم احنا هنعمل ايه. كده خلاص خلصنا الكبده وعناها. هنعمل ايه؟ هننزل البصل اول حاجه اهو، نشوح البصل لحد ما نلاقيه لونه اغمق شويه، يعني مش مبيض، لا لازم ياخد لون. اول ما ياخد لون كده يعني يبقى ايه، ذهبي، لون ذهبي كده شويه. واحنا طبعا هنا مقطعينه عصافيري كده اللي هو الجوليانو ده زي ما احنا شايفين كده. استنى بقى لما يدبل شويه، لغايه ما قربت تحمر اهي اهي، شايفين اللون بتاعها حته وحته، هوريها لكم حالا دلوقتي. بصوا البصله لازم تبقى كده حبه وحبه، تمام. هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل حته من الثوم. ادي كده 3 فصوص ثوم كده، بس عشان انا عاملاه في الفريزر اطلع الريحه الجميله دي اهو. واجيب الكبدة انزل كمان الفلفل الاخضر
الرومي مع حته حاميه صغيره حسب اللي انت عايزينه، عايزينها حراقه عايزينها دلعه براحتكم. كده هنزل بقى الكبده بتاعتي تاخد من طعمتهم وحلاوتهم كده شويه والريحه بتاعتهم. هشربها كده من البصل والفلفل الجميل ده اهوت. هبتدي اعمل ايه؟ عندي 2 طماطمتين اهوت، انا مقطعاهم برضو جوليان ونفس الحكايه اهو. ونبتدي نقلب. سهلة ولذيذة وخفيفة ما فيهاش أي حاجة خالص. شايفين الريحة بقى؟ مش قادرة أقول لكم الريحة عاملة إزاي. وطي شوية لحد ما نحط التوابل بقى بتاعتها. هحط حبة من توابل اللحمه او السبع بهارات يعني اهي، حبه صغنونه خالص كده اهو، وحبه من الكزبره الناشفه اهو، وحبه من الفلفل الاسمر. احنا حاطين فيها وهي بتتحمر، خلي بالكم يعني ما تحطوش كتير عشان ما تبقاش حراقه. وهنحط شويه كمان من الكمون لان هي روحها الكمون، روح الكبده الكمون. ونقلب. ناقص كمان حبه من الملح صغيرين عشان احنا في حاجه بقى في كتير قوي يقول لك ايه، يقولوا حطوا حبه من الخل. انا بحس ان الخل بيظهر زفرتها اكتر بجد بامانه يعني اهو. بصوا الخل بيظهر زفره الكبده اكتر مش بيضيعها، لا ده بيظهرها. لاني انا جربتها كتير لقيت ان بتبقى الكبده ريحتها حلوه قوي، ومجرد ما احط الخل عليها ابص الاقي الكبده ريحتها اتغير خالص وابتدت تظهر ريحه الزفره بتاعتها، رغم ان انا ببقى مديها صدمه زي ما انتم شايفين. شايفين ناشفه ازاي؟ ما فيهاش ميه خالص من بتاعتها اهي، ناشفه خالص. بصوا ما فيش ميه خالص، بس الطماطم بقى هي اللي هتنزل شويه بسيطه جدا لان انا عينه البذر والحاجه بتاعتها اهي. اعلي شويه عليها كده. قلبنا الملح وقلبنا كله. هذه الكبده بتاعتنا خلصت، سهله بسيطه جميله، والخضار بتاعها مصحصح الفلفل والطماطم اهي. نغطي شويه صغيره نص كده عشان نغطي عليها بس 5 دقايق بالظبط، تشرب بس من كل الحاجات دي والقطه تدبل شويه بس. وكده ادي الكبده الاسكندراني بتاعتنا خلصت ومنتهى الجمال. شكلها بصوا شكلها جميل ازاي، بصوا بصوا ناشفة ازاي، ما فيهاش اي مية، ما فيهاش اي حاجة خالص اهي، ولا ليمون ولا خل. كل ده انا بحس بجد انا بغسل بالليمون وبالخل صحيح، بس ما احطش في السوا بتاعها. اغطي عليها بقى 5 دقايق وارجع لكم تاني. وبكده احنا خلصنا الاكلة بتاعتنا الحمد لله، والاكلة جميلة ولذيذة وزي الفل، طعمها ريحتها سهلة، مثلا مش مخدتش وقت كتير، هي سهلة جدا ولذيذة جدا وريحتها حلوة قوي. وهقول لكم ايه، يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم ويكون سهل. وهقول لكم ايه ان شاء الله بإذن الله
اشوفكم في اكلة جديدة بطريقة جديدة ان شاء الله على خير، ويا رب يكون الكبدة النوبة دي عجبتكم. طريقتها سهلة جدا، واهم حاجة ان انت تديها صدمة عشان محدش يحس بريحة الكبدة لما بتيجي تتعمل. ما تنسونش في اللايك والاشتراك والتعليق، واقول لكم ايه، باي باي، سلام عليكم. نسيت اقول لكم حاجة مهمة، اوعى اهم حاجة ما تنسوش ابدا ابدا الكزبرة الناشفة، هي اللي بتطعمها وبتخليها طعمها جميل جدا جدا جدا. معلش ان انا رجعت لكم تاني، بس هي فعلا بتبقى الكزبرة الناشفة مهمة جدا في الكبدة مع الثوم ومع الفلفل الاسود والكمون، دول روح الثوم والكمون والفلفل الاسود والكزبرة الناشفة. وهقول لكم ايه، اشوفكم ان شاء الله باذن الله باكلة جديدة. ودي كانت الكبدة اسكندراني بتاعتنا، يا رب تكون عجبتكم وتكون سهلة تكون جميلة. اقول لكم ايه، باي 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 باي، سلام عليكم.